اشترك في قناتنا رويش تي في ليصلك كل جديد أولا بأول. توقعات برج الجوزاء لعام 2018. سيكون عام الطاقة أيتها الجوزاء، وستشعر بأنك تستطيع القيام بعشرات الأمور دفعة واحدة. الإنهاك والاستنزاف اللذين تشعر بهما حاليا سيختفيان كليا مع العام الجديد. قد تقوم بتغيرات جذرية في حياتك في العام الجديد، لكن الخبر الجيد أن كل تجربة جديدة تقرر خوضها في 2018 ستحمل لك السعادة، لذلك لا تتردد قبل القيام بتجارب جديدة. نصيحة الأبراج للجوزاء هي بالاستماع إلى الحدس، لأنه سيكون خير دليل له في العام الجديد. بشكل عام ينجز الجوزاء الكثير، أكثر بأشواط من الأعوام السابقة مجتمعة، وكل تعبه سيعود عليه بالفائدة. وما هو مثير للحماسة أن الجوزاء سيتمكن من تدليل نفسه كما يشاء في 2018، وسيستحق ذلك عن جدارة. عاطفيا العام الجديد يحمل الكثير وسيكون حماسيا للغاية، وبما أنه عام الطاقة فإن العطاء المهني للجوزاء سيكون في ذروته، أما ماديا فالأمور ليست مشرقة جدا. صحيا الوضع مثالي، وأصلا الوضع الصحي هو سبب كل هذه الطاقة التي تجعل العام الجديد فترة ممتعة للجوزاء.